عسلامة مسيو. عسلامة أختي غادة. عايشك مرحبا بيك. وبيك أكثر يا غدوة. مسيو جيتنا من مستير. جيت من مستير وكتاكسي 40 سنة في مستير. ما شاء الله. قبل كل شيء تحية لأهالي مستير. يكثر خيرك وأني من خناس أصلي راهو. أما نفس الشيء مستير بكنا. مسيو أنت ما شاء الله يعني 41 سنة تاكسي. مستير. في مستير. مع زون توريستيك. ومع أولاد البلاد الكل. والحمد لله. وما عادش. لا لا انتريتي تو انتريتي. اما تنجم تكمل تخدم؟ لا لا باس، اما نعطي فرصه لزملائي و... صحيا تنجم يعني؟ صحيا الحمد لله يا ربي. اختي غاده كيفاش تعديوا ال 41 سنه في التاكسي ومشاكل التاكسي؟ والله يا غاده تعداو ك يعني كبرق، تعداو يعني بسرعه كبيره ياسر ياسر، خبره وتجربه يزم و... والاحتكاك بالسائح وبالمواطن وما عادي جدا يعني امور كوظيفتي معنا يزمك تكون انسان يعني عندك شويه صبر وعندك اخلاق وتلتزم زاد بالسلوك الحسن كي تحظى بمحبه الجماعه الكل الاحباء والسائح، وانا نحوسوا ديما بالسواح وندوروا بيهم، وزاد الحمد لله كسب كبير للدوله ان متعناهم. انتم في مستير مسيو عندكم تاكسي يعني فردي ولا كيفاش؟ لا احنا عندنا التاكسي الفردي والجماعي. اي وعندنا يعني السياحي بطبيعه الحال. التاكسي السياحيه اللي تخرج المناطق يعني المحدد. يعني هو اللي يساعدك خير انت في الخدمه؟ والله يعني جاتني الفرصه باش نكون يعني جرون تاكسي، بقينا قعدت في البيتي تاكسي يعني الفرديه هكا بالعداد يعني. بالعداد؟ اي بالعداد هكا. مش بالبلاصه؟ لا مش بالبلاصه. فما بالبلاصه؟ ساعات نضطروا باش نخدموا بالبلاصه لانه العمل الساعد يستوجب انك زاد تقوم بك العمل الانساني هذاك. هو بالعداد غاليه شويه مسيو. بالعداد والله والله توا خاصه في الوقت هذا. والله في الثمانينات بدينا في التاكسي يعني العاديه جدا يعني ب 90 مليم يعني العداد يبدا. اول ما بدينا توا زيد صفر. لا والله كينك حاضر يا غالي. توا 900. والله كينك حاضر يا غالي. قديش مسيو؟ عم قديش 90 فرنك؟ انا بديت مع تاكسي سيطار نابي الله يرحمه ونعمه اللي 51 51 كان العدد ما يفوتش 75 سياره تاكسي في المستير. اليوم ولات تجاوز حتى ال 700 تاكسي في المستير في مدينه المنستير. اي مشاكل المواطن مع التاكسي الفردي فاش تتمثل المشاكل هذه؟ والله المشاكل التاكسي الفردي هو ديما المواطن اضطر المواطن انه يعني بالضبط بالضبط يا اخي ماديا تعب نوعا ما، فمضطر باش ياخذ التاكسي الفردي لان اقل من عداد، فيقع شويه اكتظاظ احيانا وساعات تقاش حتى الراكب مش موجود جمله، ينجم يكون على التران على المترو على فهمتني على الكار على معنى الحافله. ولهذا المواطن يا اخي والله رأفة به المواطن، والله المواطن تعب ياسر تعب بالاخص توا يعني التاكسي الفردي غاليه برشا عليه، والعداد والله زاد تعب شويه بصراحه لانه مسافه مهما كانت حتى تبدا قصيره لانه العداد ينطلق من 900 مليم راهو يعني لما يستلقي على يعني في السياره يسمو معناها بدايه باش يدفع 900 فرنك. نقولوا دينار نقولوا اعتبار دينار. اي ننوسوا يعني دينار يا غداوه يا حلوه. اي يعني بالنسبه للمواطن من دينار حتى ال 12% يسلكها 15% اكثر شيء يعني مسافه 17 18 كيلومتر كيما مستير قصر الهلال المقنين ما شاء الله ما تفوتش 15%، ولهذا ينجم يسلك يعني المسلك اللي هو يضطر باش ياخذه بإذن الله. قبل مسيو وانت تخدم تاكسي صاروا لك شويه مشاكل هكا مع المواطنين ولا؟ واني نخدم في التاكسي والله العظيم والله والله العظيم نلت يعني ما شاء الله باحترام كبير ولا واحد عاركته ولا واحد عاركني. قلت لي مسيو ما صارت لك حتى مشاكل مع معناها المواطنين طيلة فترة العمل نتاعك في التاكسي؟ الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله. أني وزملائي والكل يعني احنا واجبنا هذا يا غادة. بالنسبة لنا احنا شنو هي المشاكل بالضبط؟ هي نوعا ما انه ساعات يقع شوية الاكتظاظ داخل المدينة. ف يعني العديد من الركاب يعني في حاجة للتاكسي. ساعات احنا نبداو معناها كما نقولوا احنا
كنا تفاؤل، نظرة تفاؤلية، أنا اللي يركب معنا نقدروه في الموقف هذاك، لأنه هو مضطر، هو تعبان، هو معناها حالة حليلة، معناها بالنسبة لنا احنا كي نقولها لك حالة حليلة، يعني المواطن مساكن كان في الخدمة وتعب على الآخر وماديا تعب، وتزيد ما توقفلوش، يولي حتى يلتجئ باش يسبك راه، وهذا شيء مش معقول جملة. المواقف هذه ما صارتش معاك؟ المواقف هذه صارت، مش ما صارتش، لكن احنا نطلب السماح منهم ديما ونقولوا لهم رحنا والله حتى احنا زاد في اشد الحاجه باش تكونوا معنا احنا كيما احنا معكم. هي كهو عاد شنو باش تعمل؟ نتسامحوا في الاخر ونوليوا حبيبات ونحاولوا انه معنا نرموا المشكله هذه. جينيرالمون مهنه التاكسي متعبه ولا لا؟ والله هي نقول لك بصراحه هي بالنسبه للتاكسي اذا كان باش يحب يعني يمارسها يجب يكون متواضع على اقصى درجه، ويكون مثقف، ويكون متمكن، ويكون زاد يحترم الناس ويحترم قانون الطرقات بالاخص، قانون الطرقات بالاخص، ويجب زاد يحترم اعوان الامن والمرور خاصه. الا والله بصراحه كانوا حريصين ياسر على كل ما هو نقل سواء جماعي او فردي او حتى الريفي، يعني ما شاء الله مش في وجهك رب، ولا الحمد لله رب العالمين، احنا في اشد الحاجه. مسيو خصصت لك وقت صغير على خاطرك قلت لي اللي انت يعني تفهم في الكوجينه وعندك قواعد نتاع طبخ، قلت ميسالش نخصص لك وقت في الاخر بالكل تحكي معنا شويه على الكوجينه. تفضل مسيو. السلام ورحمة الله وبركاته. كيفاش بدا غرامك بالكوجينة؟ والله يعني أول ما انطلقت يعني تخرجت في معهد يعني في الكولاج نتاع المستير دبلوم ميكانيك سيارات، وبعد كملت مشيت لكلاب ماد في الأوتيل نتاع الكلاب ماد نتاع المستير، وعشت الكوجينة وعندي خبرة والحمد لله. يعطيني قواعد برشا عبيد ما تعرفهمش في الطبخ. تبتهو مثلا أحسن طبخة في المستير. مش أحسن طبخة، اعطيني قواعد. قواعد القواعد معناها يلزمك تكون اسرار نتاع طبخ. هي غدا مثلا شنو تحب بالضبط الاسرار؟ يعني توا بالنسبه للاسرار هي يعني كله يعني كل حاجه شنو يلزمها، يعني شنو كيما نقولها مربوطه باش، كيما نقولوا احنا مثلا كان كسكسي، كان مرقه، كان مكرونه، كان ملوخيه، كان كسكسي بالقرنيط، كان كسكسي بالشوباي، كان كسكسي وكان كسكسي كان كسكسي بالشركاو، الا كان يجي بورقيبه ياكلوا. تحب الشركاو؟ تحب نقول لك الشركاو كيف نوعها؟ هذه حوته صغيره يحبها بورقيبه برشا. حوته صغيره تتغسل بالملح تنظاف باش يتنحى قشورها، وبعدين نحطوا لها النعناع، ونحطوا لها فهمتني البرغل، ونحطوا لها الروس الفلفل الفاوح، ونحطوا لها البصل تفهم فيها، ونعملوا لها كيلو عصبانه، ونحطها في المرق، ونحطوا زاد نوعيه معناها تتفور. العصبانه في المرق والاخر يتفور، وزيد هو كي يبدا معناها دوبه الانظاف على قاعده فهمتي نجم يتقلى بشويه كمون وشويه ملح، وهذه يعني معناها الحمد لله، ويجي كسكسي سميد عال جدا جدا. تحب قمح انت حر فهمتني. شنو هو اخر مسيو؟ اني شنو هو اخر؟ مثلا احسن اكله في المستير هي السماسم، الكسكسي نتاع البقري سهل ياسر. لو افترضنا انك بالاخص تستعمل الماء الصابرين، الماء الصابرين تاخذ ايتر ونص ماء صابرين، يبدا سخون على الاخر يعني يسخن على قاعده، بعدين تحط لك المغرفه ونص تابل، ومغرفه ونص يعني نقول احنا التابل واضح هذاك يلزم يكون تابل. قلنا نغليو ماء صابرين وبعد ذيك نحطوا فيه مغرفه ونص تابل، اي ومن بعد؟ ومن بعد نحطوا رويه الثوم الاحمر الباهي هذاك يعني المستحب، يتهرش شويه بالمهراس ويتحط مع التابل. اذا كان شميت يعني ريحه الثوم والتابل اترى تحط سميسمات خمسه لحيمات بين بقري، تخليهم يغليو، اذا كان شميت ريحه الثوم والتابل واللحم تحط مغرفه ونص فلفل مرحي زينه، ومباشرة مغرفة ونصف طماطم من نوع الليكس الحكوك، وبعدين تخليهم يغليوا شوية شوية، وتحط اشتير كاس زيت زيتونة واشتير كاس زيت عبيدة، لأنه الزيت زيتونة يمرق والزيت العبيدة يشرق. يعطيك الصحة على الوصفة يا مسيو، شكراً.